يونس محمود يضع الهدف السادس في شباك سنغافورة والهدف الثاني له في هذه المباراة. يا سلام عليك يا يونس محمود، 5 أهداف في التصفيات، ولعها يونس محمود، ولعها السفاح. يا سلام عليك يا يونس، لاعب كبير وخطير. لاحظ لاحظ، شوف 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 يا مشاهد، تابع 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 تابع. وهنا الكرة ومراوغة جميلة، وباليمين كرة صاروخية وبسمة لكل العراقيين بهذا الهدف. و6 أهداف، نتيجة ثقيلة على المنطقة السنغافوري. وهنا ابتسامة من يونس محمود ونشأت أكرم على هذا الهدف.